أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تمكنت قوة سوريا الديمقراطية صباح اليوم من الدخول إلى حي النهضة في الجهة الغربية من مركز المدينة، حيث اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بينها وبين داعش، ولا تزال تلك الاشتباكات مستمرة إلى الآن. وبحسب قياديين في الجبهة الغربية، فقد تمكن مقاتلو قوة سوريا الديمقراطية من الدخول إلى الحي صباح اليوم، كما تمكنوا من قتل 19 فردا من داعش. أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية أن قواته تمكنت من قتل 63 فردا من مسلحي داعش، من بينهم 5 قياديين، في إطار المرحلة الأخيرة من انتزاع ما تبقى من المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل. وقال جودت في بيان إن من بين القياديين أبو أحمد الجبوري وزير ديوان الشرطة العسكرية، وأبو فاطمة الأنصاري المسؤول العسكري في الجانب الأيمن وهو مغربي الجنسية، وأبو أنس السوري مسؤول المفارز في الجانب الأيمن، إضافة إلى أبي رقية مسؤول المشاجب في الجانب الأيمن. حذرت دول الخليج من فرض عقوبات جديدة ومزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر إذا لم يستجب نظام الدوحة للمطالب العربية ويوقف دعمه للإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم. جاء التحذير من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو عمر غباش، الذي قال إنه يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار ما بين العمل معهم أو مع الدوحة. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتطلع إلى انحسار تفشي وباء الكوليرا في اليمن بعد تسجيل نحو 219 ألف حالة إصابة، وذلك بعد أن بدأت الإجراءات الطارئة لمواجهة المرض في الحد من التفشي بعد شهرين من بدايته. وانهار القسم الأكبر من منشآت البنية التحتية الصحية في اليمن، ولم يتقاضى العاملون في مجال الرعاية الصحية رواتبهم منذ ما يربو على 6 أشهر، وتدفع منظمة الصحة العالمية حوافز للأطباء والممرضات لتوفير العاملين لشبكة طوارئ مكافحة الكوليرا. قال مسؤولون فلبينيون اليوم إن رجال الإنقاذ انتشلوا 17 جثة متعفنة، يعتقد أنها لمواطنين قام المسلحون المتشددون الذين يتحصنون منذ أكثر من شهر بمدينة مراوي بجنوبي الفلبين بقتلهم، وبذلك يبلغ عدد المدنيين الذين قتلهم المسلحون خلال الصراع المستمر منذ 5 أسابيع في مدينة مراوي بلغ 44 قتيلا، بحسب ما ذكر متحدث عسكري. تعرضت شركات عالمية رائدة في أوروبا والولايات المتحدة لهجوم إلكتروني كاسح، ما أدى إلى وقوع عطل في حواسيبها وأنظمة تشغيلها، ويرتقب أن ينتشر إلى المزيد من الدول حول العالم. في أوكرانيا استهدفت الهجمة أكبر مطار في العاصمة كييف، إضافة إلى عدد من الشركات والمصارف. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.